مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان عم تداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب. يا بت أنا بحب ولا يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي قعداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. اوعى يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة، لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز وتغور بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكان أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت ولا بت يخرب بيتك انا مربوط.